السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم غداتنا، كاين فيها ثلاثة الأطباق. كاين الطبق الأول اللي غادي يكون فيه اللحم الغلمي بالبرقوق، وكاين الطبق الثاني اللي غادي يكون فيه لاسالاد، والطبق الثالث وهو الديسير. نتمنى لا فيديو تعجبكم، إلا عجبتكم بقاو معايا حتى الأخير وفرجة ممتعة. نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نبدا بالطاجين ديال اللحم. عندي هنايا اللحم ديال العيد اللي بقاو لي من العيد طريفات، غادي نديرهم الطاجين بالبرقوق. نحتاج في التوابل كاين عويدات القرفة، كاين سكينجبير، معلقة كبيرة ديال سكينجبير، نص معلقة ديال الخرقوم، ونص معلقة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود. كاين معلقة ديال الزبدة أو السمن، ما يكونش حار بزاف. كاين ثلاثة الفصوص ديال الثوم، وكاين الزعفران شعره اللي فزكتو في كاس كبير ديال الماء باش يتقلي فيه. خليتو فزكتو من قبل وخليتو حتى طلق مزيان، لان هاد الزعفران شعره كيعطي واحد البنه لهاد الطاجين. صافي غادي ندير التوابل وندير عليها نص كاس، ما نديرش نص كاس، يعني واحد شويه ديال الماء باش نخلط هاد التوابل ونشرمل فيهم اللحم. صافي اللحم ديالنا هو هذا، من بعد ما شرملتو مرقتو مزيان ديك التوابل، ودابا غادي نغطي عليه ونخليه واحد تقريبا واحد جوج سوايع ونرجع معاكم. صافي درت اللحم ديالي في الكوكوت كتشوفوا معايا، من بعد ما دازت لواحد جوج سوايع دابا غادي نزيد عليه البصله. كي قلت لكم ممكن ديروا ثلاثه بصلات كبارين، عفوا ثلاثه بصلات معوطين او لا جوج بصلات كبار. نسرح البصله على هذه الطريقه كتدخلنا في اللحم. صافي هاد الشرموله اللي بقات كنزيد عليها الماء، هاد الماء اللي رقت فيه الزعفران غادي ندير واحد نص كاس. ندير واحد القبطه ديال الربيع قزبر معدنوس حتى هو كيبنن هاد الطاجين ديال البرقوق. ندير ديك المعلقه ديال السمن اولا الزبده، يعني ما تكونش ما يكونش السمن حار، يكون منسوم كي كنقولوا. ندير واحد العويد ديال القرفه. درت الطنجره ديالي على العافيه، غادي ندير عافيه مجهده اللي طلع معها الغليه، غادي نقص عليها، نزيد لها كاس ديال الماء، ومني تغلي وتعاود غادي تطلق ديك البصله الماء ديالها. الا بقى كيخصني الماء نزيد حتى تغلي وتعاود عاد نشوفوا الماء لا خصنا نزيدوه. غنخليها حتى تغلي وتنزل لي البصله وتطلق الماء ديالها ونرجع معاكم باش نشوفوا واش غادي نزيدوا الماء. صافي هذا هو الماء الكافي، يعني ما نزيدش البصله طلقت الماء ديالها واللحم مازال يطلق الماء، والغنمي كتعرفوا ما كيبغيش الماء بزاف. صافي دابا سديت عليه الكوكوت، نخليه واحد 10 دقائق من بعد ما تصفر، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها ونرجع معاكم. مره كنقلب هذا اللحم اللي لتحت كنطلعو الفوق واللي الفوق كنطلعو لتحت كتلاحظوا. دابا غادي ندير له الزيت وبدا كيدخلوا الطياب. عندي هنايا نص كاس ديال زيت العود. زيت العود خاصها تكون حلوه، الا كانت مجهده خلطوا نص زيت المائده ونص زيت العود. صافي على عافية مهيلة، نخلي الطبع على خاطرها حتى يتقلى لي هاد اللحم مزيان والبصلة تتقلى ونرجع معاكم. القرفة غسلته مزيان من قبل، درتو في الماء رقدتو حتى تنفخ، وغسلتو جوج مرات وانا كنديرو في الماء. ودابا درتو في الكاسرونة درت عليه عويدات القرفة وغادي نزيد عليه الماء كتلاحظو.
صافي البرفق ها هو وجد طاب، غادي نزيدو 4 المعالق ديال السكر سنيده، باش غادي نعسلوه، وغادي نزيدو تقريبا 2 معالق ديال ما زهر. انا عندي هنايا ما زهر مقطره، غادي ندير واحد تقريبا 2 معالق. بسم الله باش يبان لكم شحال، انا عيني ميزاني 2 معالق تقريبا. صافي نخلطها، ندير على نقسم العافيه ما نخليهاش مجهده على ما تعسل لي هذا البرقوق. الطنجره ديالي هي طابت تقلات مزيان، اللحم كنت كنحركو غير هكذا بالطنجره، ما كنتش كان يعني باش ما يتفتتليش اي كندور الطنجره هكذا. صافي المرقه هي يعني تحرت واللحم هو طاب، البرقوق هو يتعسل شويه، واخر ما غادي ندير هو لاصوص ديال هذا البرقوق، غادي نزيدها في الطنجره باش كتعطينا واحد اللون. هاد الطريقه درتها غادي عفوا غادي نديرها، خديتها من عند واحد الطباخه كنت شفتها وسولتها قلت لها عافاك كيفاش باش كتجيكم المرقه هكذا على هاد اللون هكذا في اللون ماغون، واش كديروا القرفه؟ قالت لي لا ما كنديروش القرفه غبرة ابدا. قالت لي من بعد ما كيطيب لنا البرقوق كنهزوا هاد لاصوص، هانتوما هاد لاصوص قويه، هي من بعد ما غادي تشحر شويه غادي تعسل، نهزوا منها حتى هي 4 المعالق وغادي نديرهم على اللحم. صافي واللحم ديالنا هو طايب بالبرقوق، دابا ندوزو نشوفو ان شاء الله التقديم من بعد ما يطيب لي البرقوق. ندوز نحضر الشلاضه، كي كتشوفو كاين البطاطا سلقتها، سلقت لي بات، دابا غادي نسلق هاد البطراف قسمتو على هاد الشكل هكذا، درت الماء سخون مع الملحه وشويه ديال الخل، وكيطلع مع الغليه غادي نرمي عليه هاد البطراف عفوا هاد البدنجان. ندير يتسلق غير نص سلقه، من بعد ما سلقت داك البدنجان يعني ما نسلقوش حتى يتحل، غير شويه بقى شاد فراسو، غادي نقليه حتى فوق لي ما نخليه يتقلى بزاف حتى يعني ما يبش، غير شويه وكيجي رائع وكيجي بنين مع داك الملحه اللي كيتسلق فيها وداك الخل، كيجي حتى واحد البنه غزاله، هو اللي غادي نضاف مع هذا الصلاط ديالنا. وهانتوما معانا صافي البنجال ديالي هو كيوجد، بقات هذه الثانيه لا صلاد هاني كنقادها، وهانتوما معايا. كاين خيزو اللي حكيتو، درت له السكر، السكر سنيده وما زهر وكيس ديال السكر فاني. هنا لي بات غادي ندير لهم المايونيز، المايونيز هاني صوبتها وعاد صوبتها. كاين هذا البدنجان اللي قليتو طيبته في الماء، سلقته في الماء وطيبته، حتى هو غادي نديرو في لا صلاد. وهانتوما معايا باش نسالي هاد الطباسل ونوريكم يعني الشكل النهائي ديالهم. هي المايونيز اللي حضرت، كيف تلاحظوا معايا كتجي رائعه، درت لها بيضه وحده ونص كاس ديال الزيت، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الخل، صافي هادشي اللي كندير. غادي ندير معلقه هنايا ونحركها مزيان، نخلطها باش تنسج مع بعض. ونفس الشيء اللي غادي ندير البطاطا، حتى هي غادي ندير لها المايونيز، يعني سلقتهم غير بالملحه وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت باش ما كيتعجنوش لي بات. صافي غنخلطهم مزيان وغادي نرجع معاكم. نحضروا الفلون، فلون عادي اللي غادي نحتاج فيه نصف لتر ديال الحليب، نحتاج فلون بنكهه الفاني، هذا الفلون اللي فيه السكر ديالو ما غنحتاج لا السكر لا والو، غنكتفي بالسكر اللي فيه. نديرو هو الاول في كاسرونه ومن بعد ندير عليه الحليب، نخلط مزيان ونديرو يطيب ونرجع معاكم. صافي الفلان ديالي هو وجد، غادي نديرو في كويسات ونخليه على جانب حتى يبرد
ونشوفوا شنو غادي نوجدوا للدسير. غادي نحتاج واحد الاناناس، يعني ماشي حجم كبير، حجم صغير شويه مويا، ماشي ديك الكبار كاع. غادي نقسمها على 4. بسم الله. وهذا هو الدسر اللي حضرت معكم. كي شفتوا معايا درت فيه اناناس، قطعته على هذا الشكل هكذا كي شفتوا معايا، درته سنين فات وعرجته باش عطاني هذا المنظر. درت كيوي قطعته حتى هو على هذا الشكل، درت البنان قسمت بنانه على جوج ودرت لها الطريقه هذه، خليت لها فمها ودرت عويدات ديال عود النوار يعني العينين والفم، والفلون اللي حضرت معكم والبطيخ والدلاح. البطيخ نص صغير درتو على هذا الشكل هكذا، عمرته بديك الكويرات ديال الدلاح والبطيخ والعنب، وهاد العويدات اللي درت حتى هما زينت بهم هذا الطبق ديالي. نتمنى الطبق يعجبكم ديال اليوم ديال الديسير. ندوزو نشوفو الطبق ديال لا سالاد. وهذه هي لا سالاد كي كتشوفوا معايا، درت فيها خيزو اللي حكيتو، درت فيه السكر وما زهر لافاني، ودرت البيطراف اولا البربق، قسمت يعني نص درت فيه خيزو ونص درت فيه البيطراف، قسمتهم بورقه ديال الخس باش ما يتخلطوش. كاين بطاطا درتها مع الطون والمايونيز، كاين بات حتى هما درت فيهم المايونيز، المايونيز درته في هاد الكويسات الصغيورين باش اللي بغى يزيد. كاين الفقوس قطعته دي ترونش زوقت فيه حتى هو، كاين ديك العويد اللي درت فيه زويتنات ودرت فيه الفرماج الاحمر، وكاين الخيار اللي درتو شرائح ودرتو على الطريقه هذه، كاين ورقه ديال المعدنوس والبدنجان اللي شفتو معايا حضرتو في اللي سلقتو ومن بعد قليتو، كيجي رائع. نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم اللي درت فيه هاد لاصالاد وهاد الديسير، وبقى لنا غير الطاجين اللي غادي نقدمه معاكم. وهانتوما معايا شكرا.
البيض. نقول لكم بالصحه والراحه، نتمنى الفيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله، ونقول لكم السلام عليكم.